طيب السؤال التاني، طيب دلوقتي أنا شخص ليا العمل بتاعي معظمه في البرامج، ايوه وأنا كنت عارف موضوع الشبهة بتاعت إن الواحد لازم يشتري البرنامج وما يشتغلش عليه من غير ما يشتريه وكده، حضرتك معايا؟ معك، لست بفاهم من شيء. دلوقتي بقول لحضرتك أنا شخص شغلي معظمه في البرامج، طيب وأنا كنت عرفت شبهة البرامج بتاعت إن الواحد لازم يشتريها، ولو ما اشتراهاش بتبقى إن هو بيبقى ليه إن هو يعني يبقى لازم يدفع حقها، تقصد ولا البرامج الواردة من دول الكفر ولا ايه بالضبط؟ البرامج معظم البرامج معظمها يعني اللي هي من الدول الأجنبية، الدول الأجنبية، دول محاربة أو غير محاربة؟ لا غير محاربة، إذا كانت غير محاربة، فبيع. نعم ما إذا كانت حقوقا عليها نعم حظر من، حضرتك بتقول ايه؟ إذا كانت حقوقا اه من حقوق، ايوه لقوم فانا ليس كنت ففي ناس بتقول لي ده هي جاهزه والموضوع ما فيهوش مشكله لحكم المضطر وكده، وحضرتك كنت افتيت بكده برضه وقلت لا استطيع تحرمه، ما قلتش حضرتك معايا؟ في تفصيل. إذا كانت الدول محاربة، وعليك أن تدقق في كلمات هذه الدول المحاربة، لأنك لا قد هي مش محاربة يا شيخ، ها مش محاربة، المحاربة ممكن تكون محاربة يعني اقتصاديا، وممكن تكون محاربة عسكريا، وممكن تكون فرض على المسلمين جزية بصورة من الصور. فلو سلمنا أن المعتاد كافر، غالب البرامج في المعتاد غير محاربة، طب سيبني بتبقى أتكلم. كده لا خلاص سيبني انتهاك أتكلم، لحقوقها. سيبني أتكلم، اتركني نعم أتكلم. اتفضل اتفضل. الله يسلمك. إذا كانت الدولة ليست محاربة أو الشخص ليس محارب، فله حق، له ايوه حق، فلا أتعدى على حقه إلا بإذنه. فانا بقى انا واخد بالقول ده ان هو طب الواحد ما سيبني يا أخي أتكلم يا يتكلمش. أخي. السلام عليكم. نريد نفصل يا عبد الرحمن، ما يتركنا.